السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي دبلوم، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة. النهاردة إن شاء الله في التعليم الزراعي قسم الصناعات الغذائية، تصنيع غذائي. إن شاء الله بنكمل الوحدة الأولى بتاعتنا، والنهاردة بإذن الله هنخلصها. الوحدة الأولى اللي هي كانت بتتكلم عن المنتجات بتاعة الصناعات الغذائية. احنا ابتدينا الحلقات اللي فاتت عن صناعة المربات، واتكلمنا باستفاضة عن يعني ايه تعريف، يعني ايه كلمة مربى، التعريف العلمي ليها، الاساس العلمي في صناعة المربى، اتكلمنا عن صفات المربى الجيدة وصفات المنتج الجيد ايه، واتكلمنا عن العيوب اللي ممكن تظهر لك في صناعة المربى، وازاي ان انت تتلافاها علشان عندك تبقى انت طالب مهاري. طبعا احنا الغرض من هذا العملية ان احنا بنعد طالب مهاري يستطيع أن يواكب سوق العمل. أنا عايزة طالب يدخل المصنع بتاع التصنيع الغذائي يبقى فاهم الآلية اللي بيمشي بيها إزاي، يبقى فاهم أي ضرب بيحصل ممكن يعالجه إزاي، وبالتالي هو ده الغرض إن إحنا نعد هذه الكوادر الشابة اللي تقدر تشتغل بطريقة صحيحة وتدي منتجات آمنة صالحة للاستهلاك وبمواصفات جودة عالية. النهارده ان شاء الله تكمله للوحده الاولى هنتكلم النهارده عن 2 من المنتجات. المنتج الاول هنتكلم عن الجيلي، هنتكلم عليه بشيء من التفصيل شويه، وهنتكلم عن المنتج الثاني اللي هو المارميلاد، ونعرف يعني ايه كلمه مارميلاد والاساس العلمي لصناعه كل منهما، ونقول كمان ايه هي المواصفات المنتج الجيد ازاي، ونعرف العيوب اللي ممكن تظهر في هذين المنتجين، وبالتالي نعرف ازاي نتفادى هذه العيوب. طيب بدايه احنا عارفين ان المارميلاد التعريف العلمي اللي خدناه في اول يوم اتكلمنا فيه قلنا عباره عن الناتج النهائي من طبخ عصير الفاكهه الرايق. قلنا لازم يكون عصير الفاكهه الرايق ناتج طبخ مع اضافه ايه؟ اضافه السكر واضافه الحامض واضافه البكتين. وقلنا كلمه البكتين المره اللي فاتت ان البكتين دي ماده تستخدم كتحسين للقوام. بعد كده بنبتدي نجري عملية الطبخ لحد ما توصل درجة الحرارة من 220 ل 223 درجة فهرنهايتي، دي درجة حرارة النضج. وبعد كده لما يوصل التركيز ل 65 ل 70%، واحنا بنقيس التركيز عن طريق جهاز الريفراكتوميتر، وطبعا في طريقة للقياس، وده بيبقى سؤال عملي. بعد كده بناخد وبنعمل عملية التعبئة في عبوات ثم التبريد دون خلط أو تقليب. يبقى انا لما اجي اعرف التعريف العلمي هو عباره عن الناتج طبخ عصير الفاكهه الرايق المضاف اليه السكر والحامض والبكتين على درجه حراره من 220 ل 223 درجه فهرنهايت حتى يصل التركيز الى 65 ل 70%، وثم بعد ذلك يتم عمليه التعبئه والتبريد دون خلط او تقليب. بس برضو عايزين نعرف ان البكتين الجيلي هو عبارة عن حالة غروية بيشترك منها فيها 3 مكونات. الحالة الجيلية دي بيشترك فيها 3 مكونات أساسية. أول مكون هو السكر، في عندك البكتين وفي عندك الحامض. الثلاث مكونات دي هي المسؤولة عن تكوين الخاصية الجيلية. البكتين بيبقى عليه الشحنة السالبة، وبيبقى ما بيبقى في الوسط بيبقى حواليه مية. اللي بيحصل ان احنا لما بنيجي نضيف السكر، السكر بيمتص جزء من هذا الماء، وبالتالي الشحنه بتبقى موجوده على البكتين، يعني بقت خلاص الكفر اللي عليها راح. يبتدي تحط الحامض، الحامض بيكون عنده الشحنه الموجبه، بيحصل تعادل ما بين الشحنه السالبه والموجبه، وبالتالي بتتكون الخاصيه الجيليه او الجيل اللي بتكون عندك. لازم تبقى عارف برضو ان في علاقة عكسية ما بين كل من السكر والحامض عند ثبات البكتين في صناعة الجيلي. طيب هنتكلم دلوقتي وهنشوف مع بعض في الشريحة بتاعتنا التعريف العلمي للجيلي، وازاي ايه هي الخطوات الاساسية في صناعة الجيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي الاول مع بعض. اول حاجة في سؤال يقول لك عرف الجيلي. اما نقول عرف الجيلي بنقول هي عبارة عن حالة غروية بيشترك في تكوينها كل من البكتين والسكر والحامض.
عند وجودهم بنسبة معينة، ولازم نحرص حرص شديد على ان هذه النسبة ما يختلش نسبها، علشان كل ما حصل اي دروب فيها وبالتالي تبص تلاقي الخاصية الجيلية ما تتكونش بالطريقة اللي هي المفروض تتكون عليها. طبعا اما نيجي بقى نعرف، التعريف العلمي هو عبارة عن الناتج النهائي من تسخين عصير الفاكهة او طبخ عصير الفاكهة الرائق مع السكر والبكتين والحمض حتى درجة من 220 ل 223 درجة فهرنهايت للوصول للتركيز 65 ل 70%، ثم التعبئة والتبريد بدون خلط أو تقليب. خلي بالك ما تقلبش الجيلي بعد ما بتحطه في التلاجة في التبريد، علشان الخاصية الجيلية بتفقد هذه الخاصية. طيب تقسيم الفاكهة من حيث محتواها من البكتين والحمض، احنا يهمنا قوي جدا ان احنا نعرف انواع الفاكهة اللي ممكن ان احنا نقول محتواها من البكتين قد ايه، عشان في بعض انواع الفاكهه بتبقى عاليه في نسبه البكتين وممكن تكون منخفضه في نسبه البكتين، وبناء عليها هنحدد دي تحط لها نسبه بكتين قليل ولا نسبه بكتين عاليه. طيب اول حاجه عندك الفاكهه الغنيه بالبكتين والحمض زي ايه؟ عندك اول حاجه اللي هو الليمون البلدي. الليمون البلدي نسبه البكتين فيه عاليه جدا. في عندك النوع التاني اللي هو اسمه الليمون الأضاليا، وليمون الأضاليا ده بيبقى حجمه كبير شوية عن الليمون البلدي، في نسبة العصير فيه عالية. وفي عندك اللي هو النارنج. التلات حاجات دي أو التلات الليمون والليمون الأضاليا والنارنج دول تعتبر فاكهة غنية بنسبة البكتين والحمض. عندنا فاكهة غنية بالبكتين بس نسبة الحامض فيها قليلة، يعني البكتين فيها عالي جدا بس نسبة الحامض قليلة، وبالتالي هتحتاج نسبة حامض وانت بتعمل عملية الطبخ. زي ايه؟ عندك اللي هو التين. التين بتاعنا ده نسبة البكتين فيه عالية جدا بس الحموضة فيها قليلة. في عندك الموز برضو نجد ان نسبة البكتين فيه عالية والحمض منخفض. في عندك كمان اللي هو السفرجل، والسفرجل دي برضو هتبص تلاقي نسبة البكتين فيها عالية ونجد انها فقيرة في نسبة الحامض. عندنا فاكهة متوسطة في البكتين والحمض، يعني نسبة البكتين والحمض نسبتهم متوسطة. عندنا ثمار الايه؟ التفاح. تفل التفاح ده بيبقى مصدر غني جدا بالبكتين وبيستخدم في الصناعة على طول. في عندك ايه كمان؟ فاكهه في فقيره في البكتين والحمض، تلاقي نسبه البكتين والحمض فيها منخفضه، ودي هتحتاج ان انت تضيف لها نسبه بكتين وهتحتاج ان انت تضيف لها نسبه حامض عاليه. طيب دي زي ايه؟ عندنا زي الكمثرى وعندنا زي العنب. يبقى احنا دلوقتي عرفنا قسمنا الفاكهه من حيث محتواها على نسبة البكتين والحامض. ليه بيهمنا نعرف كده؟ علشان احنا واثناء عملية التصنيع بنصنع الجيلي او بنصنع المربى هنعرف احنا في المنتج ده هنضيف نسبة حامض السيتريك، هنضيفه بنسبة عالية وما نضيفوش ساعات ما بنضيفوش. يعني عندك مثلا لما بتيجي تصنع جيل البرتقال او تصنع مربة البرتقال نسبة حامض السيتريك فيها عالية، وبالتالي انا ما يعني مش مهم ان انا اضيف كمية حامض سيتريك لان هي اساسا اوتوماتيك غنية بحامض السيتريك. في عندك مثلا اللي هو ليمون الأضاليا، ليمون الأضاليا نسبة البكتين فيها عالية جدا، فما تيجي نصنع منه جيلي بالتالي خاصية الجيلي هتتكون بسرعة لان محتواه من البكتين ومن الحامض عالي. لكن عندنا بالنسبة لي العنب والكمثرى نسبة البكتين فيهم منخفضة ونسبة الحامض فيها منخفضة، علشان كده هتضطر ان انت تحط نسبة بكتين ونسبة حامض. طيب برضو عندنا احنا عارفين ان البكتين ده في الحلقات اللي فاتت قلنا عبارة عن مادة جيبوهيدراتية. مادة ايه؟ جيبوهيدراتية. المادة دي طبعا بتوجد في عدة صور. في صورة اسمها بروتوبكتين. بروتوبكتين ودي لما تكون الثمار غير كامة النضج البكتين كله لسه موجود في صورة بروتوبكتين وما تحولش لسه البكتين. لكن لو الثمرة كانت زايدة في النضج مادة البكتين دي بتبقى بتتحول وتتحول لحامض البكتيك. البكتيك ده لكن أهم حاجة الصورة، علشان البكتين يؤدي وظيفته بطريقة صحيحة لازم يكون في صورة بكتين. هنقسم البكتين لكذا حاجة. البكتين تبعا لسرعة تكوين الجيلي، والبكتين على حسب حاجة الجيلي للسكر. البكتين لما بيجي يتقسم على حسب سرعته، في عندك بكتين سريع وفي بكتين بطيء. طيب
تعال نشوف كده برضو تقسيمة البكتين ازاي. اول حاجة السؤال اللي هو بيقول لك يقسم البكتين من حيث سرعة تكوين الجيلي، لازم تبقى عارف ان البكتين فيه بكتين سريع التكوين، بكتين سريع التكوين. طب ده بنستخدمه امتى؟ ده بنستخدمه لما في حالة الجيلي اللي بيحتوي على نسبة مواد صلبة عالية، ساعتها بنستخدم هذا النوع من البكتين اسمه البكتين السريع. في عندك اللي هو البكتين البطيء، البطيء ده يتحط امتى؟ يستخدم في حالة الجيلي الذي لا يحتوي على مواد صلبة او تبقى نسبة المواد الصلبة بها منخفضة قوي، فبنحتاج ان احنا نستخدم البكتين البطيء. برضو لازم تبقى عارف ان ممكن نقسم البكتين من حيث الحاجة للسكر، احتاج للسكر قد ايه؟ طب يسقسم الى كم قسم؟ اول حاجة بيتقسم لبكتين عادي بيكون جيلي مع المحاليل السكرية فقط، البكتين العادي بيكون جيلي مع المحاليل السكرية فقط. في عندك البكتين ذو الميثوكسايل لا يحتاج الى سكر في تكوين الجيلي، يعني مش لازم يكون في سكر عشان نعمل الجيلي. في عندنا ايه هي، اما نيجي نسأل السؤال ايه هي المكونات الاساسية في صناعة الجيلي؟ المكونات الاساسية في صناعة الجيلي اول حاجة عندك السكر، السكر اللي احنا بنستخدمه نوع السكروز اللي هو بيستخرج من قصب السكر. في عندك الحامض، الحامض ده المقصود بيه حامض الستريك اللي احنا بنسميه ملح الليمون وهنتكلم عليه كمان شويه. في عندك البكتين، والبكتين ده قلنا ماده محسنه للقوام وزي ما عرفنا تقسيمتها من الشريحه اللي فاتت. في عندك العصير الرائق، العصير اللي بنصنع منه الجيلي لابد ان يكون عصير رائق، لان لو انت ما استخدمتش عصير رائق هتبص تلاقي الجيلي هتظهر فيه العيوب اللي هنقولها كمان شويه. طيب اما اقول لك اما هي كميه الحامض والبي اتش المناسبه لصناعه الجيلي، الجيلي احنا بنحط له حامض الستريك، طب عايزين نعرف البي اتش الحموضه بتاعته قد ايه، لان دي مهمه جدا في صناعه الجيلي. نسبه الحامض المثلى المفروض نحط من نص لواحد ونص في المية كحامض ستريك، وده عندي بي اتش 3.46 وهو ده البي اتش المناسب لتكوين الخاصية الجيلية، والمعلومة دي مهمة جدا. طبعا احنا بنقيس البي اتش بالبي اتش ميتر اللي عندنا في المعمل وبنعرف هل هي مناسبة للصناعة ام لا. طيب عندنا دلوقتي اما اقول لك ايه هي الخطوات الاساسية في صناعة الجيلي، هنتوقف عند الحته دي كويس وهنتكلم عن ايه هي الخطوات الاساسيه في صناعه الجيلي. صناعه الجيلي يا جماعه بكذا خطوه، اول خطوه من الخطوات هي عباره عن استخلاص العصير، بس نخلي بالنا كويس جدا لما بنيجي نستخلص العصير الثمار اللي عندك لابد انها تتعامل بعض المعامله الحراريه، بمعنى احنا دلوقتي عندنا ثمره بيبقى فيها نسبة عصير معين، والثمرة دي بنبتدي نعمل لها عملية تسخين. طب عملية التسخين دي بتكون يا إما بالبخار يا إما بالمية. طب لما بنيجي نعمل عملية التسخين بالبخار أو بالمية إيه اللي بيحصل؟ أو ليه إحنا بنعامل الثمرة معاملة حرارية قبل إن إحنا ناخد منها العصير عشان نعمله جيلي أو مارميلاد؟ أول حاجة لما بنيجي نعمل عملية السلق بتلين لك الأنسجة بتاعت الثمرة، وبالتالي سهولة الحصول على أكبر كم ممكن من العصير، دي أول حاجة. تاني حاجة عملية التسخين بتعمل إيه؟ بتحول معظم البروتوبكتين اللي موجودة في الثمرة إلى بكتين، ودي حاجة مهمة جدا. تالت حاجة في بعض الإنزيمات المحللة للبكتين بتبقى جوه الثمرة، نتيجة عمليات السلق أو عملية المعاملة الحرارية البسيطة دي ممكن بتقضي على الإنزيمات المحللة للبكتين، يبقى إذن عملية المعاملة الحرارية للثمرة حاجة مهمة جدا. يبقى ما اجي ده بتيجي ساعات سؤال علل يقول لك علل لما يلي، ليه انت بتعامل الثمرة معاملة حرارية قبل استخراج العصير لعمل الجيلي أو عمل المارميلاد؟ هنقول له عشان ثلاثة حاجات دول. أول حاجة لتليين الأنسجة للحصول على أكبر قدر ممكن من العصير. رقم اتنين عشان نحول البروتوبكتين اللي موجود جوه الثمرة إلى بكتين. رقم تلاتة علشان تاني علشان نقضي على الإنزيمات أو القضاء على الإنزيمات المحللة للبكتين. طيب
انت خدت الثمره، ابتديت تعمل لها عمليه معامله حراريه، تبتدي تدخلها في العصير بتاعك، تستخلص العصير منها. بعد ما بتاخد العصير ده، العصير ده بيبقى محتوي على نسبه من الشوائب. بتاخد العصير زي ما هو كده وبتعمل له عمليه الترشيح والتصفيه. والخطوه دي من الخطوات المهمه جدا اللي لابد انها تتعمل، بالذات لما نيجي نعمل الجيلي او المارميلاد. ليه؟ لان انت لو ما عملتش عمليه التصفيه يجي لك عيب خطير جدا في الجيلي، اللي هو عيب عدم شفافيه الجيلي، ودي بتبقى من الاسباب الرئيسيه لهذا العيب. علشان كده لازم تعمل عمليه التصفيه. تالت حاجه بتعملها ان انت بتضيف السكر والحامض والبكتين. بس خلي بالك برضو طريقة الإضافة أو التفاوت في الوقت مهم جدا. أنت دلوقتي بتضيف السكر بتاعك على العصير، وبتتم عملية التقليب على طبعا عملية الطبخ، بتتم التقليب جامد، وبتبتدي تشيل الرغيم المتكون أول بأول. خلي بالك الحاجات اللي أنا بقولها دي حاجات فنية برضو، علشان ما يظهر لكش العيب بتاع عدم شفافية الجلي. لما بيكون عندك العصير مع السكر بتبتدي تعمل عملية التقليب حتى الإذابة الكاملة، بتبتدي يظهر عندك الريم، الريم المتكون بيبتدي تعمل له عملية قشط أول بأول. طيب في نهاية عملية، يعني قرب نهاية عملية الطبخ، تبتدي تحط حامض الستريك وتحط البكتين. خلي بالك البكتين بيتحط في نهاية مرحلة الطبخ وليس في بداية مرحلة الطبخ، لان انت لو حطيت البكتين في بدايه مرحله الطبخ هتبص تلاقي البكتين بيحصل له عمليه تكسير وتحلل، وبالتالي بيفقد الوظيفه بتاعته وبالخاصيه بتاعته. طيب بتحط حمض الستريك ليه؟ زي ما قلنا الحلقات اللي فاتت، ده مكرر في المربى وفي الجيلي وفي المارميلاد. حامض الستريك ده بيتحط عشان يمنع ظاهره التسكير. ظاهره التسكير اللي هي ايه؟ هي ظاهرة التسكير، ظاهرة التسكير ببساطة جديدة جدا، ان السكر لما بيتعرض لمعاملة حرارية اللي هو السكروز، السكر الثنائي، اما بيجي يتحلل بيتحلل لسكر احادي. السكر الاحادي اللي هو الجلوكوز والفركتوز، الجلوكوز والفركتوز، وده بيكون في صورة سائلة. لو انت ما حطيتش ملح الليمون هتبص تلاقي الجلوكوز والفركتوز اللي هم موجودين في الصوره السائله بيرجعوا يتحدوا مع بعض ويكونوا الصوره البلوريه اللي هي للسكروز اللي هو السكر الثنائي. يعني تجمع الجلوكوز والفركتوز وتكوين السكروز دي اسمها عمليه التبلور او التسكير. ودي تلاقي عندك المربى او المرملات تبتدي فيها بلورات السكر بتقرمش معاك. يبقى انت عشان تمنع اتحاد الجلوكوز والفركتوز مرة تانية لتكوين السكروز، انت بتضيف ملح الليمون وبنقول عليها لمنع ظاهرة التسكير. بعد ما بتيجي تعمل عملية الطبخ طبعا بتبتدي تشوف توصل التركيز بتاعك ل65 ل70%، ساعتها بتقول خلاص بتوقف عملية الطبخ. وبعد كده تبتدي تعمل عملية التعبئة. خلي بالك كويس جدا ان لابد من الاشتراطات الصحية والممارسات التصنيعية الجيدة حتى يكون المنتج اللي عندك ما يصابش بأي نوع من أنواع التلوث، وبالتالي يبقى المنتج اللي عندك منتج آمن للمستهلك. بعد ما بتعمل عملية التعبئة في العبوات، يفضل ان العبوات اللي انا بحط فيها الجلي لابد انها تكون متسعة من فوق ونازلة على ضيق، عشان لما تيجي تقلب القالب بتاع الجيلي يتقلب معاك بطريقه صحيحه وما يحصلش اي نوع من انواع الايه، يعني يبقى منظره كويس. بعد كده طبعا بعد ما بيجي يتعبى في العبوات المناسبه يبتدي يتحط في التبريد. وزي ما قلت لكم وبعيدها وازيدها، ان لابد ان بنعمل عدم التقليب اثناء التبريد. ما نجيش كل شويه تدخل تحط معلقه او تشوف هل الجيلي مسك ولا ما مسك. انت في هذه الحاله بتكسر الخاصيه الجيليه اللي هي اساسها حمض وبكتين وسكر. هنشوف مع بعض دلوقتي ايه هي الخطوات الاساسيه في صناعه الجيلي. اول حاجه استخلاص العصير، دي زي ما قلنا قيمه شويه زي. بعد كده هنعمل عمليه في السؤال اللي انا قلته، علل اللي ما يلي ضروره تسخين الفاكهه على صورتها الكامله بالماء او بدون الماء عند صناعه الجيلي. طب الاجابه بتاعتها لاستخلاص اكبر قدر من العصير، تحويل كل البروتوبكتين الى بكتين، وكمان اتلاف الانزيمات المحلله للبكتين. والسؤال ده من الاسئله المهمه اللي بتيجي في الامتحان. طيب
اما نيجي بعد كده نقول بنعمل خطوه اسمها ترشيح العصير، زي ما انت شايف كده العصير بيترشح، ده في الاطار المنزلي، انما لما بيبقى في المصانع بتبقى فيه مرشحات للعصير كبيره في الحجم وبيبقى ليها تصميم خاص. بعد كده انت بتعمل اضافه للسكر، طبعا السكروز اللي عندنا، بعد كده بتعمل اللي هي الطبخ واضافه الحامض والبكتين قرب انتهاء عملية الطبخ، واحنا قلنا لازم في انتهاء عملية الطبخ علشان خاطر البكتين ما يتحللش. طب بيضاف على الأقل على درجة حرارة 219 درجة فهرنهايت. يفضل زي ما أنا قلت من قيمة شوية، يفضل إضافة البكتين قرب انتهاء التركيز عند صناعة الجيلي. طيب وذلك لتلافي تحلل البكتين، ودي من الأسئلة اللي بتيجي أسئلة علل. لما نيجي نشوف دلوقتي بنعمل عملية التعبئة، وبعد ما بنعمل عملية التعبئة بنعمل عملية التبريد. طيب لما نيجي السؤال دلوقتي بيقول لنا ايه السؤال ده؟ بيقول كيف يمكن الحكم على انتهاء عملية الطبخ في الجيلي؟ ده دلوقتي بتصنع جيلي، بعد ما صنعت الجيلي دلوقتي عايز تقول ان هذا الجيلي خلاص انتهت مدة الطبخ بتاعته، وتفضل اعمل عملية التعبئة. طيب طبعا احنا نتيجة الخبرة الشخصية احنا بنعرف علامات الايه، علامات النضج، بس ساعات لما بتكون انت عامل كميات كبيرة فلابد ان يكون في اساس علمي وفي حاجة انت بتعرف تحكم بيها على انتهاء مدة الطبخ، خصوصا مع الكميات الكبيرة. اول حاجة بنعملها عن طريق ان احنا بنقيس درجة الحرارة، في عندنا الترمومتر المعدني، الترمومتر المعدني اللي بيستخدم في قياس تركيز، برضو في قياس درجة حرارة المربات، برضو ده بنفس الترمومتر بنستخدمه في قياس درجة حرارة الجيلي. بنشوف بنحط الترمومتر، لقينا درجة الحرارة من 220 ل 223 درجة فهرنهايت، بنقول في هذه الحالة ان كده دي انتهاء عملية الطبخ. طب انت مفيش ترمومتر معدني، بنستخدم الجهاز المشهور بتاعنا اللي هو جهاز الريفراكتوميتر. جهاز الريفراكتوميتر احنا بناخد الجهاز بنفتح المنشور الزجاجي ونبتدي بقطع من القطن، بنبتدي نعمل عملية تنظيف جيد جدا للمنشور للعدسة للمنشور، وبعد كده بناخد عينة من الجيلي ويبتدي يتحط في جهاز الريفراكتوميتر ويبتدي يتقفل، وعند أقرب مصدر إضاءة نبتدي نشوف من خلال العدسة العينية. نشوف لقينا التركيز من 65، احنا 8 بنخليها 68 ونص ل 70%، يبقى ده اسمه التركيز قرب انتهاء عملية الطهي، وده بيبقى اسمه التركيز الحافز اللي بيقلل من نمو الميكروبات. طيب انا ما عنديش ريفراكتوميتر، ابتدي استخدم اللي هو اختبار مشهور جدا كلنا بنعرفينه اسمه اختبار الملعقة. يعني ايه اختبار المعلقة ده؟ ان انت بتضيف، بتدخل بتشوف بتحط معلقة جوه الجيلي وتبتدي ترفعه وتبتدي تسكبه بطريقة بطيئة، لقيت حصل خط متصل يبقى ده معناها ان انتهاء عملية الطبخ ودي ما فيهاش اي مشكلة. لقيت ان الجيلي او بينزل في صورة حاجات متقطعة او سائل متقطع، يعني وانت بتقلب كده المعلقة لقيت السائل نازل سائل متقطع، ساعتها بتقول ايه؟ بتقول ان هذه لابد ان احنا بنعمل عملية الطبخ مرة اخرى، بنزود عملية الطبخ. طيب لو انت ما عندكش معلقة، طبعا احنا بنقول كذا حاجة، يعني ان احنا بنستخدم الاختبار المشهور جدا اسمه الاختبار الابهام والسبابة. عندك الابهام والسبابة دول بتاخد العينة من عينة الجيلي وتحطها ما بين الابهام والسبابة وتبتدي ترفع بشويش كده وتشوف، لقيت في خط متصل معنى كده بتقول ان الجيلي خلاص تم مرحلة النضج. لقيت وانت بتعمل كده حاطط العينة جوه وبتعمل كده لقيت الخط بيتقطع معاك، بنقول في هذه الحالة ان الجيلي لابد من اعادة الطبخ مرة تانية، بنزود الايه، عملية الطبخ عشان التركيز يوصل. يبقى ما انا جاي اقول لك السؤال ده، كيف يمكن الحكم على نهاية عملية طبخ الجيلي؟ تقول له رقم واحد بالترمومتر المعدني، درجة الحرارة من 220 ل 223 درجة فهرنهايت، درجة بالريفراكتوميتر التركيز يكون من 65 ل 70%، رقم ثلاثة ان انت بتقول اختبار الملعقة، والاختبار الاخير اللي هو اختبار الابهام والسبابة. طيب عندنا دلوقتي ممكن ان احنا نقول دلوقتي اول حاجه وصول درجه الحراره ل 220 ل 222 درجه فهرنهايت، في عندك تركيز المواد الصلبه الزائبه بتكون 65 بيركس، وبعد كده
اختبار الملعقه زي ما انت شايف كده، هو الملعقه اهي، ياخد جزء من المحلول في الملعقه او من الجيلي، يعني قصدي المحلول الجيلي، وبعد كده ثم امالتها. اذا نزلت على شكل خيط رفيع دل ذلك على النضج. في عندك كمان اهو اختبار بالابهام والسبابه، وضع العينه عينه بينهما، اذا تكون خيط رفيع دل ذلك على النضج. دلوقتي اما اجي اقول لك ايه هي صفات الجيلي الجيد، علشان الجيلي عندك يكون جيد لابد ان يكون ليه صفات مهمه. طب ايه هي الصفات؟ اول صفه من الصفات اللي المفروض تكون عليها لابد ان يكون شفاف. تيجي تحكم على جوده الجيلي اللي عندك سواء كان من لون، طعم، رائحه، قوام، لابد ان انت تشوف اول حاجه يكون يتسم بالشفافيه. تاني حاجة عدم احتواء الجيلي على فقاعات هوائية، ما لاقيش الجيلي وهو جوه العبوة تبص تلاقي فيه فقاعات هوائية، ده معناها على طول ان فيه عيب في التصنيع. برضو من ضمن الحاجات التانية رجل رجع متماسك، لابد ان هو يكون بيتهز كده وبيكون متماسك ماسك نفسه ما بيكونش ايه سايب. برضو من ضمن الحاجات اللي المفروض فيها ان هو احتفاظ الجيلي بشكل الاناء وبإناء التعبئة عند ازالته منه، يعني انت حطيته في بولة ما تيجي تنزله في البولة بتاعته ينزل زي ما هو وما يبقاش سايب نفسه. طيب بعد كده احتواء الجيلي على مواد صلبة دايبة 65%، ودي حاجة من اساسيات التصنيع، لان انت لو ما عملتش ده الجيلي عندك بتظهر فيه العيوب اللي هنقول عليها كمان شوية. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا لابد ان يكون مصنع او محتفظ بطعم الفاكهة المصنع منها. يبقى الحاجات دي كلها دي اسمها صفات المنتج الجيد او صفات الجيلي الجيد. خلاص يبقى شفاف، لازم يكون محتفظ بشكل الاناء الذي يحتويه، لازم تكون نسبة المواد الصلبة في 65%، لازم يكون محتفظ بطعم الفاكهة المصنع منها. طيب ايه هي اهم عيوب الجيلي؟ وخلي بالك لما اجي اقول لك ايه هي اهم عيوب الجيلي برضو لازم اقول لك ان هي نفسها عيوب المرميلاد. عيوب الجيلي اللي هقولها دلوقتي هي نفسها عيوب المرميلاد. طب تعال نشوف اول عيب من عيوب الجيلي كده، عدم صفاء الجيلي. هتبص تلاقي الجيلي عندك بيبقى معتم. يعني ايه بيبقى معتم؟ يعني مش شفاف. طيب لما يجي يقول لك هو مش شفاف ليه، تعالى كده نشوف اول حاجه ايه اللي بيحصل، عدم الترشيح الجيد للعصير. يبقى انت عندك العصير ما رشحتهوش كويس، وبالتالي الشوائب اللي فيه عملت لك عدم صفاء للجيلي. تاني حاجه ممكن نقولها زياده البكتين، انت زودت البكتين اكتر من اللازم، وبالتالي ده خلى عندك في عدم صفاء للجيلي اللي عندك. في عندك كمان ممكن يكون عدم ازاله الريم. يعني انت الريم عندك المفروض لما بتيجي تعمل عملية طبخ العصير أول بأول بتشيل الريم اللي هي فيها الشوائب والمواد البروتينية والغذائية علشان خاطر يعمل لك صفاء للجيلي. برضو من ضمن الحاجات عدم مراعاة نسب تكوين الجيلي. خلي بالك كويس جدا ان احنا عارفين ان لما نيجي نصنع اي منتج سواء كان مربى سواء كان جيلي سواء كان مرميلاد لابد ان في 3 عوامل أساسية عشان نجاح هذا الموضوع، عشان نجاح المنتج. ايه هي العوامل الـ3؟ ان احنا اول حاجه بنعمل ضبط لنسبه المواد الصلبه. ضبط لنسبه المواد الصلبه لابد ان احنا نظبطها كويس جدا. رقم 2 بنعمل ضبط للحموضه والبي اتش. رقم 3 توازن المكونات المنتج، يعني المنتج عندنا عارفين قبل ما بنشتغل اي حاجه بنعرف النسب اللي بنحطها قد ايه، وبنوزن. مثلا لو انت هتصنع جيلي هتصنع مربى، الفواكه اللي عندك لازم لها طريقه في التجهيز، وبعد ما تتجهز بتتوزن، بتحط كل الخامات بتاعتك اللي هتدخل في العمليه التصنيعيه قدامك وموزونه. الـ3 عوامل دول اللي انا قلتهم، ضبط نسبه المواد الصلبه وضبط الحموضه والبي اتش والتوازن بتاع او ضبط المكونات او ضبط الاوزان بتاعت الخامات الداخله في عمليه التصنيع، الـ3 مكونات دول لو انت ظبطتها في اي منتج لا يمكن المنتج اللي عندك يحصل له اي نوع من انواع الفساد. زي ما احنا شفنا العيب الاولاني اللي هو عدم صفاء الجيلي، خلي بالك العيوب اللي انا بقولها دلوقتي حالا هي نفسها العيوب اللي في المرميلاد نفسها هي إيه، عشان كده انا بقولها وبزيدها ان عدم عدم شفافيه الجيلي او المرميلاد بترجع لكذا سبب. اول سبب
ان احنا ما عملناش ترشيح جيد للعصير. رقم 2، عملنا ما شلناش الريم المتكون اول باول، او ان انت زودت بنسبة البكتين او المكونات اللي عندك بتاعة الجيلي ما كانتش بالنسب المطلوبة. تخلي بالك كويس جدا من الحتة دي علشان ساعات دي تملي، ده السؤال المشهور بتاع الجيلي. طب عندنا العيب اللي بعد كده اللي هو ظاهرة سيولة الجيلي، او الظاهرة اللي بتسمى بكاء الجيلي. هما بيسموها بكاء الجيلي يعني اكنها حاجة سايبة. سيولة الجيلي هي عبارة، أو بكاء الجيلي هي عبارة عن انفصال كتلة الجيلي إلى مكوناتها. الكتلة الجيلية اللي كان أساس فيها السكر والحامض والبكتين، لا، الجيلي اللي كانوا عاملين خاصية جيلية بتتفكك مرة تانية، بتتفكك. طب سكر وحامض وبكتين، سبب هذا العيب هو إن أنت زودت نسبة الحامض. انت دلوقتي المفروض نسبة الحامض من نص لواحد ونص في المية، انت المفروض تلتزم بهذا الوزن او بهذه النسبة. انت لو زودت النسبة عن هذا، بعد كده بتحصل الخاصية اللي هي اسمها خاصية السيولة، تبص تلاقي الجيلي بقى مية، يبقى ده عيب خطير. يبقى انت عرفت لو انت عملت هذا، يبقى انت معناها ان انت نسبة حامض الستريك او الحامض عندك نسبته عالية قوي، فهيعمل لك هذا النوع من انواع العيب. طب ما نيجي نعرف كده سيولة الجيلي أو بكاء الجيلي. سيولة الجيلي هي عبارة عن، هو انفصال جزء من كتلة الجيلي المتماسكة ورسوب السكر أو الحامض أو البكتين. طيب هنقول سبب سيولة الجيلي إيه السبب؟ السبب هنقولها هي زيادة الحمض. المفروض الحمض من نص لواحد ونص في المية، لا، هي كانت النسبة أقل من هذا. عندنا دلوقتي في ظاهرة اسمها تسكر الجيلي. تسكر الجيلي، وانا كنت لسه شارحه لكم يعني ايه تسكر، يعني ان بلورات السكر الاحادي زي الجلوكوز والفركتوز بيتحدوا مرة اخرى وبيكونوا السكروز، وبالتالي بيحصل ظاهرة التسكر. طيب سببها، دي سببها قلة الحموضة. قلة الحموضة يعني انا حطيت حامض ستريك قليل وليس كتير. خلي بالك زيادة حامض الستريك تعمل عيب سيولة، قلة حمض الستريك تعمل عيب تسكر. طيب في عندك دلوقتي اما نيجي دلوقتي، في برضو من ضمن الاسباب من تسكر الجيلي زيادة السكر. يعني انت حطيت نسبة حامض ستريك قليلة بس كمية السكر كانت ازيد من اللازم، وبالتالي بتعمل لك هذا العيب اللي هو عيب تسكر الجيلي. في برضو من ضمن الحاجات اللي بتسبب التسكر الجيلي عدم اجراء الطبخ للمده الكافيه. المفروض اللي ما تيجي تحط السكر على العصير بتجري عمليه الطبخ وبتحصل الاذابه التامه، وبالتالي كل حاجه بتبقى في وقتها. يعني عملت عمليه الطبخ، حطيت حمض الستريك بالنسبه المطلوبه، شفت التركيز، السكر مظبوط مظبوط، انما لو حصل خلل في اي حاجه يبقى تعمل لك تسكر الجيلي، اللي هي قله الحموضه وزياده السكر وعدم اجراء الطبخ المدة الكافية. في عندك عيب تاني جدا اسمه تحبب الجيلي، ان انت تبص تلاقي الجيلي عندك محبب، ما تيجي تحطه في بقك كده او في الفم تبص تشوف التحبب اللي فيه. طبعا ده ليه اسباب برضو. ايه هي الاسباب دي؟ اول سبب ان انت بتزود البكتين. خلي بالك برضو زيادة البكتين هنا عملت عيب تحبب الجيلي، وزيادة البكتين ممكن انها تعمل عيب اللي هو عدم شفافية الجيلي. برضو قلة السكر، هنا بقى قللت نسبة السكر ما زودتهاش، يبقى زيادة البكتين وقلة السكر بتعمل عيب اللي اسمها عيب التحبب. في برضو في عندك حاجة اسمها لزوجة الجيلي، يبقى الجيلي لزج اكتر من اللازم وملزق، يبقى انت كده اكيد في خلل حصل عندك. ايه هو؟ نقص مكونات الجيلي. انت دلوقتي حاطط الاوزان بتاعتك، الاوزان بتاعتك المفروض تكون مظبوطه، لا، انت عملت خلل في النقص، وبالتالي بتحصل هذه الظاهره اللي هي لزوجه الجيلي. برضو بيحصل حاجه اسمها زياده السكر، انت زودت السكر اكتر من اللازم، ده بيعمل لك هذا العيب برضو اللي هو لزوجه الجيلي. اذا نقص مكونات الجيلي وزياده نسبه السكر تؤدي لعيب لزوجه الجيلي. برضو زيادة التسخين، انت عملت عملية التسخين زايدة شوية برضو بتعمل لك هذا العيب. يبقى الثلاث حاجات دي، نقص مكونات الجيلي، زيادة السكر، زيادة التسخين، تعمل عيب لزوجة الجيلي. عفن الجيلي، خلي بالك كويس جدا ان عفن الجيلي سببه ده انت شايفينه اهو،
شايفين اهو عفن الجيلي، سببه طبعا ان هو ان انت نسبة المواد الصلبة اللي فيه ما وصلتش ل 65 ل 70%، ما وصلتش ال 75 65 ل 70% بالرفراكتوميتر، عشان كده يعمل لك العفن، او ان انت عندك الجيلي فيه سخونيه فيه وقفلت على طول عليه، هتبص تلاقي فيه قطرات ميه هتترسب على السطح تعمل لك ظاهره العفن، او ان انت استخدمت اواني او ادوات غير نظيفه هتعمل لك هذا العيب اللي هو عيب العفن. برضو حاجة لازم أرضو في معلومة عايزة أنوه ليها، اللي هي عبارة عن إيه؟ في عندنا عيب في جيلي اسمه عيب انفصال أملاح التارتارات. أملاح التارتارات ده موجود في عصير العنب وعصير الرمان. عصير العنب والرمان دول ليهم حالة خاصة. إيه هي الحالة الخاصة دي؟ إن أنت بعد ما بتيجي تعصر العنب والرمان إن أنت بتخزنه فترة في التبريد قبل ما بتستهلكه، يعني انت ما تاخدش عصير العنب والرمان زي ما هما كده وتبتدي تشتغل بيهم صناعة جيلي، لا ما ينفعش، لابد ان انت الاول بتعمل له عملية تخزين تحت تبريد طبعا، وعملية التخزين تحت تبريد هتنفصل املاح التارتارات. املاح التارتارات اما تيجي بنفصلها وبناخد بعد كده العصير ونبتدي نشتغل بيه زي صناعة الجيلي. يبقى انا دلوقتي اما اجي اقول لك عن اللي ما يلي، ايه هي ليه بيحصل ظاهره انفصال التارتارات؟ ان احنا خدنا عصير عنب وخدنا عصير الرمان وان احنا ما خزناهوش قبل ما نشتغل بيه، ايه فايده التخزين ده والتخزين صح؟ طيب التخزين ان احنا بنفصل ملح التارتارات وبعد كده بناخد العصير ونبتدي نصنع منه الجيلي. طبعا لوجود الملح ده بيعمل لك عيب خطير جدا في الخاصية الجيلية بتاعتك، فلابد ان احنا نتخلص منها، وبنتخلص منها عن طريق ان احنا بنخزن العصير فترة ونشيل منه الاملاح، وبعد ذلك بيكون العصير جاهز علشان نعمل منه ايه؟ علشان نعمل منه الجيلي. يبقى احنا كده خدنا كذا حاجة في عيوب الايه؟ خدنا في عيوب الجيلي كذا حاجة. خدنا اول حاجة عدم شفافية الجيلي وسببها. خدنا يعني ايه ظاهرة سيولة الجيلي او ظاهرة بكاء الجيلي. خدنا ظاهرة اللي هو تسكر الجيلي، تحبب الجيلي، لزوجة الجيلي، عفن الجيلي، انفصال الطرطرات في صناعة الجيلي. يبقى احنا دي كلها اسمها الفساد او الحاجات اللي هي المفروض ان هي ما تكونش موجودة. طب لو جيت قلت لك دلوقتي كيف يمكن تلافي عيب عدم شفافية الجيلي؟ هتقول ببساطة شديد، رقم واحد ان انا اعمل عملية تصفية وترشيح العصير قبل الاستخدام، صح. برضو هقول ان انا بضبط مدة الطبخ، صح. اعمل ضبط لنسبة البكتين المضافة، صح. ازالة الريم المتكون اول باول، صح. يبقى انت وتوازن مكونات الجيلي، صح. يبقى انت كده دلوقتي قضيت او تلافيت عن العيب اللي ممكن يظهر لك في صناعة الجيلي. طيب لو جيت قلت لك كيف يمكن تلافي تحبب الجيلي؟ احنا عارفين ان تحبب الجيلي سببه زيادة نسبة البكتين وقلة نسبة الايه؟ السكر. يبقى احنا لما نيجي يعني نتلافى هذا العيب نقول ضبط نسبة السكر وضبط نسبة البكتين، دي من ضمن الحاجات. طيب لو جيت قلت لك ازاي اتغلب او اتلافى عفن الجيلي؟ اتلافى عليه، اتلافى ازاي؟ ان احنا بنظبط نسبة المواد الصلبة المفروض تكون 65 ل 70%، واعمل عملية الشروط الصحية والممارسات التصنيعية الجيدة باستخدام ادوات واجهزة معايا نظيفة عشان ما يحصلش هذا العيب اللي هو عيب العفن. خلي بالك ايه هو، انا فاكرين لما جينا اتكلمنا عن المربى قلنا لما بيكون عندنا في حاجة اسمها عفن المربى وتخمر المربى، في فرق بينهم هما الاتنين. عفن المربى يمكن علاجه ازاي؟ ان احنا ممكن نشيل طبقة العفن ونعيد غلي المربى، يبقى ده كده قضينا على العفن. تخمر المربى لا، ليس له علاج لكن يمكن تلافيه بس ملوش علاج. لو حصل ان حصل تخمر للمربى ان انت بتبتدي تاخد المربى وتعدمها، والكلام ده خدناه في الحلقه دي، ودي انا اتكلمت عليها بمناسبه ان انا اتكلمت عن عفن ايه؟ عفن الجيلي. برضو نفس الحكايه، اما اجي اقول لك ظاهره سيوله الجيلي كيف يمكن التغلب على ظاهره سيوله الجيلي؟ ان احنا بنظبط الحموضه وبنظبط نسبه اضافه السكر.
كل دي حاجات بتمنع سوء. برضه لو ضفت بكتير يبقى في نهاية مرحلة الطبخ وليس في بداية مرحلة الطبخ، علشان ما تعملش عملية البكتين يتحلل ويعني يفقد الوظيفة بتاعته. برضه نفس الحكاية، لما أقول لك ليه حصل انفصال أملاح الترترات أو عيب انفصال الترترات في صناعة الجيلي الرمان أو العنب، تقول لأن أنت استخدمت عصير طازج. المفروض عصير العنب وعصير الرمان لابد أن هو يتخزن بالتبريد فترة عشان نفصل الملح منه الأول، وبعد كده نبتدي نشتغل بيه ونصنع الجيلي. دي باختصار بسيط صناعة الجيلي. طيب تعالى كده نتكلم عن حاجة تانية كده قدامنا. عندنا المارميلات، عندنا المارميلاد زي ما انتوا شايفين كده، البطرمان اللي عندك ده اللي هو المارميلاد. المارميلاد ده عبارة عن ايه؟ المارميلاد ده عبارة عن جيلي، خلي بالك عبارة عن جيلي، بس فيه قشر بعض انواع الموالح، يعني عندك قشر البرتقال، قشر الليمون، بس هو برتقال في المعتاد هو اللي بيستخدم. القشر ده بيتحط لما تيجي تعمل الجيلي وبتطبخه عادي، تبتدي في منتصف مرحلة الطبخ بتبتدي تعمل ايه؟ بتبتدي تحط القشر بتاع المارميلاد. تعال نشوف كده تعريف العلمي للمارميلاد. تعريف المارميلاد ايه؟ هو الجيلي المحتوي على شرائح الموالح او قشورها، يعني ممكن تبقى في شرائح برتقال موجودة معاها او قشورها، معلقة بحالة متماثله في جميع انحاء في جماعة الجيلي بانتظام. يعني هو جيلي بس محطوط له يا دوبك يا اما الشرايح بتاعت الموالح او القشر بتاعتها، بس لازم يكون القشر ده موجود في حاله متماثله في جميع انحاء الجيلي. طب عندنا دلوقتي ايه هي انواع المارميلاد؟ والسؤال ده دايما بيجي في الامتحان يا جماعه، لازم ناخد بالنا منه. انواع المارميلاد، في عندك اول نوع اللي هو عباره عن الانجليزي او المارميلاد الانجليزي، في عندك النوع الثاني اللي هو اسمه المارميلاد الامريكي. يبقى ما اقول لك ايه هي انواع المارميلاد، هتقول لي انواع المارميلاد هي المارميلاد الانجليزي والمارميلاد الامريكي. طب تعالوا نشوف كده المارميلاد الانجليزي ده بيتكون من ايه او بنسميه ايه. ده ذو الطعم المر، خلي بالك ذو الطعم المر ده اللي بيميز المارميلاد الانجليزي، طعمه بيبقى مر شويه وده بيبقى مستحب، ويستخدم فيه الجريب فروت مع البرتقال. عندك اهو الجريب فروت وعندك البرتقال. يبقى اما اجي اقول لك مما يتكون المارميلاد الانجليزي او المارميلاد المر، ممكن يقول لك المارميلاد المر هو المارميلاد، هو المارميلاد الانجليزي ده بيبقى طعمه مر، بيستخدم فيه الجريب فروت مع البرتقال. عندك المارميلاد الامريكي، ده بقى المارميلاد الحلو، ده بقى ده ما فيهوش مراره. طيب ليست به مراره، بنستخدم ايه مع ايه؟ بنستخدم البرتقال مع الليمون. خلي بالك ان الجريب فروت هو اللي بيعمل المراره، علشان كده بيسمى اللي هو الانجليزي، لكن بالنسبه للامريكي هنجد ان هذا ليس به مراره وبنستخدم منه برتقال مع الليمون. إيه اما اقول لك ايه هي الخطوات الاساسيه لصناعه المارميلات؟ اول حاجه بنعملها اللي هي غسيل الثمار. بنعمل غسيل للثمار جيد، خصوصا ايه ثمار البرتقال، لو احنا هنشتغل بثمار البرتقال. بعد كده بنعمل حاجه اسمها استخلاص العصير. طبعا احنا عندنا العصارات المخروطيه اللي بنعمل، مثلا لو عندنا عصير برتقال العصارات المخروطيه بنبتدي نعصر فيها البرتقال، وخلي بالك القشر بيتشال ما بيترميش. بنعمل بعد كده ترويق للعصير علشان اي شوائب فيه تبتدي تروح، وبعد كده بنعمل اخز القشور وتقطيعها شرائح رفيعه بسمك 3 سم. القشر بتاع البرتقال ده ما بيترميش، احنا بناخد القشر بتاعها بنقطعها شرائح رفيعه بسمك 3 سم. بعد كده بناخد القشر ده بنعمل فيه ايه؟ بنعمل سلق للقشور مع سلات امثالها من الميه، نحطها كده ونحط عليها ميه ونبتدي نعمل عمليات السلق. بعد كده اضافه السكر الى العصير حتى الاذابه، احنا واخدين العصير بتاعنا والعصير ده بنحط حتى اذا بنحط فيه السكر، وبعد كده بنضيف القشور، القشر اللي احنا سلقناه طبعا بيتصفى، ويبتدي يتحط القشر في منتصف مرحله الطبخ. والتركيز بنعمل ايه؟ بنعمل عمليه التسخين عشان يتركز معاك العصير، وبعد كده بتضيف البكتين وبتضيف حمض الستريك
قرب انتهاء عملية الطبخ اللي هي بتبقى حوالي عند درجة 219 درجة فهرنهايت. بعد كده بتعمل التبريد قليلا لتمتص القشور السكر. طبعا انت بتبقى في جوه العصير وحاطط سكر، فبتسيبها شويه، القشره هتبص تلاقيه بيمص السكر عشان يحصل ايه، عمليه التجانس. بعد كده بتعبي على 180 درجه فهرنهايت لانتظام وتجانس توزيع القشور في المحلول. قد يبستر المارميلاد على 180 درجة فهرنهايت لمدة نص ساعة. أنا برضو عايزة أتكلم في الحتة دي شوية كده. أنت عندك المارميلاد، المارميلاد إحنا قلنا عبارة عن ناتج طبخ، ناتج طبخ عصير الفاكهة الرائق مضاف إليه سكر وحامض وبكتين. طيب، ولكن في منتصف مرحلة الطبخ نبتدي يضاف ليه القشور اللي موجود، اللي لابد ان هو في المنتج يكون موجود في حالة متماثلة ومتجانسة. انت ببساطة شديدة جدا بتصنع جيلي برتقال، الجيلي بيتصنع عادي، العصير صفيته وروقته وابتديت حطيت عليه السكر بتاعك والقشر بتاع البرتقال او اللي على حسب بقى المارميلات الانجليزي او المارميلات الامريكي. تبتدي تاخد القشور وتبتدي تقطعها شرايح رفيعه رفيعه وتبتدي تحط 3 امثالها ميه ويبتدي يحصل عمليه الغليان. ساعات الميه دي طبعا بيستخدموها بتبقى فيها نسبه مراره لو احنا عايزين المارميلات بيبقى مر، وساعات يتحط مع القشور بالسكر علشان تديها طعم حلو كده وبتبقى مزق. بعد كده بتاخد القشر بتاعك ده وتبتدي في نص مرحلة الطبخ بتحطه على العصير وبتكمل عملية الطبخ عادي جدا لحد ما بيوصل التركيز ل 65 ل 70%. بعد كده بتعمل عملية التعبئة. في سؤال هنا فني بيجي لطلبة الدبلوم بيقول لك علل لما يلي، علل لما يلي، ليه بيتم تعبئة المارميلاد على درجة 180 درجة فهرنهايت؟ دلوقتي خلي بالك ان انت المارميلاد عندك بيبقى سخن درجة الحرارة 220 223 درجة فهرنهايت، ما جيش عند الدرجة دي وابتدي اعبي. لو عملت الحاجة دي يحصل عيب يحصل عيب في المارميلاد. ايه هو العيب؟ تبص تلاقي القشر بتاعك او قشر البرتقال اللي انت حطيته هيبتدي يطفو على السطح والخليط بتاع المارميلاد يبقى تحت. طبعا دي كده صفات تبقى صفات مش جودة كويسة. يبقى انت المفروض القشر بيكون في وضع متماثل ومتجانس في البطرمان عندك، بيبقى في البطرمان عندك بيكون موجود في القشر بيبقى موجود متماثل ومتجانس. طب ازاي نحقق هذا؟ نحقق هذا عن طريق عملية التعبئة على درجة 180 درجة فهرنهايت. يبقى انا لما اجي اسالك اقول لك لما اجي اسالك اقول لك علل لما يلي، يتم تعبئة المارميلاد على درجة 180 درجة فهرنهايت. انا سامع طالب بيقول لي اهو، بيقول لي علشان خاطر حتى لا يحدث انفصال للقشور عن مخلوط المارميلاد. برافو عليك. خلي بالك برضو احنا خدنا قبل كده في المربى، كان لو قلنا في المربى، المربى المقطعة والمجزأة اللي هي المربى اللي عبارة عن كتل فاكهة، اللي بتبقى كتل فاكهة متقطعة مش مهروسة. طب ايه هو ده؟ بد ان احنا ما بنيجي برضو نعبيها، بنعبيها على درجة 180 درجة فهرنهايت. يبقى عندك حاجتين بيتعبوا على درجة 180 درجة فهرنهايت. اول حاجة المربى المجزأة والمقطعة. طب ايه تاني حاجة؟ المارميلاد. المارميلاد لما يجي يتعبى عند درجة 180 درجة فهرنهايت. طب برضو نفس الحكاية، اما اجي اقول لك ايه هي صفات الجودة في المارميلاد او صفات المنتج الجيد في المارميلاد، اول حاجة هتقولها لازم يكون شفاف. والشفافية دي احنا برضو قلنا اسبابها ان احنا لابد ان نعمل قشط لريم المتكون اول باول، لابد من عملية ترشيح وترويق العصير جيدا، لابد عن ضبط نسبة مدة الطبخ وضبط نسبة البكتين. يبقى ده في الحالة دي يبقى ده لابد ان يكون شفاف. رقم 2، يحتفظ بطعم الفاكهة المصنع منها. بمعنى انا ما اعملش نواحي حاجات فنيه غلط، اطبخ زياده عن اللزوم، احرق السكر، اعمل كرمله للسكر وابتدي اجي ادوق ابص الاقي طعم المارميلاد لا يمت الصله لطعم الفاكهه اللي انا بصنع منها، يبقى دي حاجه برضو غلط. رقم 3، لابد ان يكون هناك تماثل وتجانس للقشور مع المارميلاد. لا الاقي القشر طافي على السطح ولا اقل، يبقى انا بقى لازم ان انا اخد بالي جدا. فخلي بالك جدا ان موضوع المارميلاد ده موضوع من كل العيوب اللي انت بتعملها على المارميلاد هي نفسها العيوب اللي موجوده على الجيلي. اهم حاجه عمليه التعبئه على 180 درجه فهرنهايت. طبعا انت ابتديت صح،
يبقى إن شاء الله هيبقى المنتجات اللي عندك هتبقى صح. أتمنى من الطلبة والطالبات يكونوا استفادوا من الحلقة دي. كده احنا ختمنا الوحدة الأولى، أتمنى إن انتوا تحلوا الأسئلة اللي على الباب. مع تمنياتي ليكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.